بكم مشاهدينا الكرام ولقاء جديد في مؤشر ميل، نستعرض فيه بالأرقام والتحليل أداء مؤشرات البورصة المصرية. اليوم تباين أداء المؤشرات لدى إغلاق تعاملات الخميس ختام تعاملات الأسبوع مع اتجاه المستثمرين لإعادة هيكلة محافظهم المالية بعد الارتفاعات والانخفاضات الحادة التي سجلتها في الأيام الماضية تأثرا بأحداث محلية وعالمية. وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية بنسبة 0.58% ليبلغ مستوى 6427.82 نقطة. زاد مؤشر الأوسع نطاقا أيضا بنحو 1% ليبلغ مستوى 745.22 نقطة. وامتدت الارتفاعات لمؤشر إي جي إكس 20 محدد الأوزان النسبية بنسبة 0.19% مسجلا 6290.9 نقطة. فيما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة بنحو 0.21% ليبلغ مستوى 350.43 نقطة. ونتحول لقائمة القطاعات النشطة في السوق اليوم، حيث كان قطاع الخدمات المالية باستثناء البنوك الأنشط وتصدر القائمة بنسبة 25.9%، تله قطاع الاتصالات بنسبة 20.2%، وجاء قطاع العقارات ثالثا بنسبة 18.74%، بينما حل قطاع البنوك رابعا بنسبة 18.3%. بالنسبة لفئات المتعاملين داخل السوق، فقد اتجه المستثمرون المصريون نحو الشراء واستحوذوا على نسبة 73.88% من إجمالي التعاملات، كما اتجه المستثمرون العرب نحو الشراء واستحوذوا على نسبة 3.86% من التعاملات، بينما اتجه المستثمرون الأجانب نحو البيع وحصلوا على نسبة 22.2%. يأتي هذا في الوقت الذي اتجه فيه المستثمرون الأفراد نحو الشراء واستحوذوا على 44.55% من التعاملات، في حين مالت المؤسسات للبيع وحصلت على 55.44% من التعاملات. عن الأسهم الأكثر ارتفاعاً، تصدرها سهم عبر المحيطات للسياحة بنسبة 14.29%، تله سبق الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية بنسبة 9.29%، ثم سهم تلتون المالية القابضة بنسبة 5.87%، وحل رابعا سهم بنك الكويت الوطني مصر بنسبة 5.65%. أما الأسهم الأكثر انخفاضا، فتصدرها سهم جولدن تكس للأصواف بنسبة 6.32%، ثم سهم ريكاب للاستثمار المالية بنسبة 6.27%، تله سهم العربية للخزف أراسيمكو بنسبة 6.8%، ثم سهم مصر بني سويف للأسمنت بنسبة 6.6%. هذا وقد ربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 600 مليون جنيه ليبلغ مستوى 415.5 مليار جنيه، وسط تداولات بلغت نحو 516.5 مليون جنيه. للمزيد من التحليل والمتابعة والتوضيح لأداء البورصة المصرية اليوم وخلال هذا الأسبوع ينضم إلينا في استوديو نيل الأستاذ عبد الحميد إمام خبير أسواق المال. أهلا بك أستاذ عبد الحميد. أهلا وسهلا. أود أن أبدأ معك في عمليات التحليل وتوضيح لحال البورصة هذا الأسبوع واليوم، ولكن اسمح لنا بمطالعة هذا التقرير عن أحوال البورصة أولا. إلى التقرير. مع اتجاه المستثمرين لإعادة هيكلة محافظهم المالية، تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية لدى إغلاق تعاملات الخميس ختام تعاملات الأسبوع، وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية نحو 600 مليون جنيه ليبلغ مستوى 415.5 مليار جنيه وسط 474.1 مليون جنيه،
أنا مؤشرات البورصة تعاملها على تباين مؤشر 30 عام الارتفاع قدر 63 من 100% ليغلق عند 6436 نقطة. المؤشر 100 برضو عامل ارتفاع، ولكن المؤشر 70 عامل انخفاض وتباين في الأداء. بيرجع الانخفاض مؤشر 70 لأن في مضاربة جامد من قبل المستثمرين المصريين بيأثروا إن هم يخشوا في السهم خلال النهار ويبيعوه برضو في نفس الجلسة لتحقيق مكاسب رأسمالية فورية. المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية جي اكس 30 ارتفع بنسبة بلغت 58% مسجلا 6427.82 نقطة. كما ارتفع مؤشر جي اكس 100 الاوسع نطاقا بنسبة بلغت 1%، بينما تراجع مؤشر جي اكس 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة بلغت 21%. ما يهمنا او بصفة عامة ان البورصة المصرية حاليا على مدار جلسات الاسبوع بتدور في فلك قناة عرضية ضيقة إلى حد ما، حدها الأدنى مستوى 6300 نقطة اللي أكد عليها السوق مرتين تقريبا، وحدها الأعلى مستوى 6600 أو 6650 نقطة. أعتقد أن البورصة بتمر بمرحلة أو داخل نطاق هذه القناة، هي مرحلة تجميعية إيجابية جدا ممكن تشهد انطلاقها للسوق مع بداية العام الجديد. الخبراء بالبورصة المصرية أكدوا أنه مع اتجاه المستثمرين لإعادة هيكلة محافظهم المالية بعد الارتفاعات والانخفاضات الحادة التي سجلتها البورصة في الأيام الماضية تأثرا بأحداث محلية وعالمية، تزامن ذلك مع تسوية المراكز المالية للمحافظ الاستثمارية مع قرب نهاية الشهر الحالي، مما أدى إلى حالة من التباين في أداء السوق. من مقر البورصة المصرية، أندرو كامل، النيل. مشاهدينا اهلا بكم مجددا، واسمحوا لنا ان نبدا عمليه التحليل والتوضيح لاوضاع البورصه المصريه خلال هذا الاسبوع واليوم. استاذ عبد الحميد اهلا بك مره اخرى. ما سر هذا التباين الكبير في اداء البورصه اليوم وعلى مدار هذا الاسبوع؟ كيف تقرا هذا الاداء في ظل التباين؟ وهل فقط انخفاض المؤشر السبعيني يرجع لهذا البيع السريع من قبل المستثمرين؟ في الحقيقه البورصه ابتدت الاسبوع ده على حبة قرارات سلبية أو حبة أخبار سلبية أثرت عليها، منها أحداث فرنسا اللي احنا كنا في الأجازة، حصل أحداث تفجيرات فرنسا، وكانت قبلها الطيارة الروسية بتاعت سينا الحقيقة، وبعدين الخبر بتاع أوراسكوم والمشاكل الشركة المهمة بتاعت أوراسكوم في كوريا الشمالية. الحقيقة كل ده أثر بالسلب مع وجود أصلا ضعف في السوق المصري، سيولة قليلة، الناس عندها عدم ثقة في بانيك أوريدي من الأحوال اللي حوالينا. كل ده عمل اسبوع انخفاض حاد بصراحه، ويمكن الاسبوع اللي كان قبله برضو. النهارده ايه اللي حصل او كمان جلسه اللي فيها النهارده، ان الناس خلاص شافت ان الاسعار اللي موجوده دي مش اسعار بيع، وفي العرب كانوا خارجين على مدى الاسبوع اللي فات، ابتدوا اول اسبوع لحد النهارده ابتدي يبني مراكز شرائيه بعد ما خرج بفوليوم كبير في الاسبوع اللي فات، وصل حوالي في جلسه واحده 122 مليون كان تسويه مراكز، لان الاسواق عنده في الخليج كانت نازله. الحقيقه المؤسسات العربيه هي اللي شايله السوق على مدى الجلسات الاخيره. اعتقد ان السوق خلاص امتص الصدمه القويه بتاعت احداث فرنسا، الطياره الروسيه، الاحداث الطياره الروسيه في تركيا، شركه اوراسكوم، كل ده اثر بالسلب على السوق المصري. يعني هل الاحداث العامه السياسيه الدوليه هي التاثير الاكبر التأثير على السوق المصري؟ بالظبط. الاخبار دي طبعا بتعمل حاله بانيك، حاله عدم ثقه. بس احنا اللي شايفينه ان مثلا اللي بيحصل في مؤشر الاسهم مؤشر السبعيني هو حاله انه بيشتري وبعدين بيبيع سريعا لتحقيق مكسب سريع. والله هقول لحضرتك على حاجه، السيوله اللي موجوده، لو انت حضرتك شفتي اتجاه السيوله اللي موجوده في جلسه النهارده على سبيل المثال، يعني هتلاقي معظمها متركز في الاسهم الاي جي اكس 30 التجاري الدولي، وراسكم احجام العاده. بالظبط كده. فايا كان التداولات اللي موجوده الباقيه من التداولات دي، التريدنج اليومي يعني، ممكن يكون حاله عمليات زيرو مثلا، بيشتري اول جلسه ويحاول يبيع. بس ده ما ياثرش كتير يعني، لان احجام التعاملات قليله. عظيم. عدد الاسهم القياديه النهارده وتداول عليها بشكله ايه من وجهه نظرك؟ تقييمه؟ والله الحقيقه برضه هنقول ان الاسهم السهم الاكثر تاثيرا في السوق المصري في الاي جي اكس 30 المؤشر الرئيسي السي اي بي. السي اي بي هو بصراحه سهم مد ثقه للمستثمرين اللي فيه، مد ثقه للمتعاملين سواء مؤسسات او افراد، سهم ماليا قوي جدا، بيوزع توزيعات نقديه مهمه جدا. طب احنا نعمل ايه في بقيه الاسهم؟ عشان كده هو رايح فيه كميه سيوله ضخمه جدا. طب نعمل ايه في بقيه الاسهم؟ والله الاسهم، او يعني خلينا نتكلم في القوائم الماليه بتاعت الشركات
في قطاع كتير في الاتصالات، مصريات اتصالات مثلا شركه حكوميه، في قطاع في العقارات، في خدمات ماليه زي مش هذكر اسماء يعني بلاش، عامله نتائج اعمال هايله وقوائم ماليه محترمه ونمو في البروفيت في النت بروفيت كمان اللي موجود. فننتظر ايه بقى عشان الشركات دي تقدر تعمل وزن اكبر وترجع تعمل اعاده ثقه للناس، تعمل توزيعات كويسه. حد هيقول لي طيب التوزيعات دي هتاثر على السهم على السعر السوق اللي موجود، الاسعار السوقيه اعتقد ان مش هينزل اكتر من كده، حتى لو وزع توزيعات كويسه توزيعات محترمه يبتدي ان حتى المستثمر الفرد ياخد نفسه شويه بعد الخسائر الرهيبه اللي كان حققها الفتره اللي فاتت دي. التوزيعات اللي هتحصل بعد نهايه السنه الماليه لكل الشركات دي هتدي امل، هتدي ثقه للمستثمرين ان حتى لو عمل خسائر سوقيه لا في عائد من التمويل بتاعه لهذه الشركات. يعني ده يعمل انسياب نقدر نقول السيوله بالظبط وبشكل عادي يعني لعمليه الاسهم اعاده تدوير السيوله. هل ده وارد فعلا؟ اصل احنا بنتكلم عن فكره اعاده تدوير السيوله دي من فتره طويله وبنقول ان الاسهم القياديه متصدره وان الاسهم المؤشر ال 30 المؤشر 70 يعاني تمام. فهل ده وارد؟ الفتره اللي فاتت خلينا نتكلم الفترات اللي فاتت اللي السوق انا فيها السوق قبل سوء حظ، انا بسميه كده سوء حظ بصراحه، من اخبار سلبيه داخليه وخارجيه الفترات اللي فاتت، ثورات وبعد ازمه عالميه 2008 مش لاحقين ناخد، مش لاحق المستثمر يفوق من هنا او من هنا. طب ايه اللي الشركات الاول كانت بتحقق خسائر، اقتصاد كان ضعيف، دلوقتي معدل النمو بتاعنا صندوق النقد او البنك الدولي بيقول ان احنا ممكن نحقق معدل نمو 5 و5.5%. الدليل ايه؟ ان الشركات المدرجه نتائج اعمالها بقت هايله مختلفه تماما عن الفترات اللي فاتت وعن السنين اللي فاتت. دي حقيقه. طيب يبقى أنا خلاص، يبقى الناس المستثمره دي ضاقه فلوس، اديها بروفيت، اديها انت حققت. طب الخوف منين هنا؟ الخوف عند المستثمر هنا بقى جاي منين؟ اذا كانت نتائج شركات الاعمال ايجابيه لحد كبير، هناك ايجابيه في التقييم البنك الدولي، يعني الدوله نفسها مهتمه بقطاع الاستثمار وبالاستثمارات بشكل عام، بالعمليه الاقتصاديه بشكل عام، ده واضح من اتجاهاتها. خوف المستثمر منين؟ هو مش خوف المستثمر، المستثمر ما عندوش، اتاكلت فلوسه الفتره اللي فاتت بشكل كبير جدا، يعني حبه الفلوس اللي عنده دلوقتي، خلينا نتكلم على الواقع يعني، يعني مش لاحق يضرب بيها، مش لاحق يستثمر بيها، في حلول بقى، ايه هي الحلول عشان اعاده الثقه؟ اول حل ان الشركات دي اللي هو مدرجه في قطاعات كتير مش قطاع واحد عامله بروفيت تبتدي توزع، دي حاجه. الحاجه الثانيه انا شايف ان الحقيقه الدوله المفروض تتدخل بصندوق سيادي وهتحقق نتائج، يعني الصندوق ده هيعمل بروفيت عالي جدا، ازاي؟ الدوله تدخلت في الحد مثلا من التضخم في موضوع الاسعار بتاع السلع، تراحت سلع عشان تسيطر على التضخم اللي موجود. الدوله اتدخلت في سعر صرف الدولار وطرحت شهادات ب 12.5%. الدوله اتدخلت في اجراءات قيود على الدولار في البنوك عشان تحدد السعر من الخروج والدخول. ايه الحلول بقى؟ ان الدوله عملت صندوق سيادي تقدر تخش دلوقتي تستحوذ على او تمنع البنك اللي حاصل عند المستثمرين او عند المؤسسات الكبيره اللي بتضرب على الهبوط، وده بيبقى في صالحها، بتضغط على المستثمرين الافراد اللي هم حجمهم 40% من السوق المصري تقريبا. الدوله عملت صندوق سيادي واخدت جزء كبير من الاسهم ده تدي ثقه للناس. ايه المقصود هنا بتدخل الدوله في صندوق سيادي؟ وضح لي اكتر. الشركات دي حضرتك الاسهم، التقييم المالي للاسهم، الشركات اللي عامله نتائج اعمال هايله جدا، التقييم الحقيقي بتاعها، القيمه العادله بتاعتها تفوق القيمه السوقيه دلوقتي 100 و150%. يعني هي بتتباع اقل من القيمه العادله ب 50% بالظبط، بقى لها فتره. بالظبط كده. طب ده مش وقت مناسب للاستحواذ او التدخل الحقيقي. انت عايز الاستحواذ يكون من جهه الدوله او ايه المشكله؟ ايه المشكله؟ ده دول كتير لما هي فرصه للمستثمر ما بيجيش في هذه ما فيش سيوله. مين اللي بيقدر يرتفع بالسوق؟ المؤسسات اللي هي اصحابه السيوله العاليه، الماليه القويه، ولا اللي عنده سيوله بيوفرها في اتجاهات اكثر امانا من البورصه؟ طب وليه اكثر امانا؟ هي الشهادات بتدي 12.5%، ممكن الدخول في السوق ده ممكن يحقق له 25% في مدى شهر شهر ونص. ايه اللي خلينا ننتظر 12.5%؟ انت عندك مستثمر مضارب، يعني بيصنف على انه مستثمر مضارب يبحث عن الربح السريع وليس طويل الاجل، عشان بس عدم الثقه والاحوال اللي حوالينا. انما انا بقول ان دخول الدوله في القطاعات كتير، وده هيفيد في ايه كمان؟ الدوله عندها مشروعات كتيره جدا، مشروعات قوميه محتاجه سيوله، بدل ما تدور على تمويل، ما البورصه ده اهم مجال من مجالات التمويل. بالعكس، التمويل بالمشاركه مش بالالتزام، مش بالدين، مش بالكريدت. أوكي. طيب ده حل حضرتك بتطرحه او ترى فيه يعني جزء من استقرار البورصه واعاده الاتزان اليها نوعا ما؟ هيعمل سيوله عاليه، حضرتك بنتكلم سيوله دلوقتي 0.5 مليار فيما تحت. صح كده؟ وهو رقم يعني لا يناسب بورصه اي حال من الاحوال يعني. ومتركزين كلهم في سهم او خمس اسهم. خمس اسهم هي الاسهم اللي احنا بنقول عليها الاسهم القياديه. منهم سهم بتركز فيه حتى من الجزء كده
الجزء الاكبر. نعم يعني كلنا عارفين ده ان هو يعني في اسهم هي اللي ماشيه السوق زي ما بنقول يعني. بالظبط كده. ليه الاسهم دي؟ ليه السهم ده قائد السوق؟ يعني ليه السي اي بي قائد السوق؟ عشان بيدي توزيعات عاليه جدا. هيدي توزيع مثلا ربع سهم 25%. في اسهم يعني الفتره اللي فاتت يعني اتكتب كتير في حقيقه الاسهم اللي بتباع اقل من قيمتها العادله. تمام. القيمه الاسميه اقل من القيمه العادله. ليه ما بيتحمسش حد لدخول السوق بعيدا عن فكره تاكل راس المال؟ لان البعض ما زال محافظ على راس ماله. هل سوق البورصه في حد ذاته مخيف للبعض دلوقتي؟ طبعا مخيف. مخيف لاسباب كتيره. مخيف لان ما فيش حد بيقدر, ما فيش صناديق بتسنده. في اخبار دايما وفي مؤسسات بتستغل الاخبار دي لاهداف ما. يعني مثلا الاحداث اللي حصلت في فرنسا, كنا احنا في الاجازه اللي هو جمعه والسبت, احنا يوم الاحد فتحنا على بنك رهيب في البورصه. في حين ان السوق الفرنسي والانجليزي والالماني يوم الاثنين اشتغلوا, ما حصلش عندهم كده. هم عندهم الازمه, هم اللي عندهم الكارثه. عشان كده انا بطالب بحلول كتير. في برضو من ضمن الحلول ان انا اشوف اليات للمعامله على الدولار. حل مشكله الدولار في دخول السوق والخروج منه الى ده هيجذب مؤسسات ثانيه. طيب خلينا بقى, بما انك رحت للدولار, خلينا نتكلم عن ان البنك المركزي النهارده ثبت سعر الدولار في عطاء النهارده عند 7 جنيه 73 قرش. العمله الامريكيه في السوق السوداء البعض الاوجه الرصد بتقول انها تراجعت بنحو 10 قروش. انت شايف سياسه البنك المركزي دي هل ستصل بشكل من الاشكال باستقرار العمله ووضعيه التجار اللي لديهم الكثير من المشكلات في الحصول على العمله؟ الحقيقه انا شايف ان البنك المركزي بيحاول بكل الطرق ان يعمل اعاده اداره للعمله الاجنبيه ايا كان دولار او غيره بالشكل اللي يقدر عليه. هيقدر يوفر بعد الحدوث تغيير والارتفاع بسعر الجنيه ل 20 قرش الفتره اللي فاتت, هيقدر يوفر. هي وانا بقى المحك, هيقدر يوفر للمستوردين اللي هيروح البنك يطلب دولار, هيقدر يوفر له. لو قدر يوفر له كل السوق الموازي او السوق السوداء. هل تعالى نتكلم بقى على ارض الواقع, يعني من حيث القرارات. نحن بنرى يوميا ان البنك المركزي بيتعاطى مع الامر بشكل واضح. تمام. السؤال على الارض, هل حدث نوع ما من انواع الانفراجه في بالنسبه للتجار او من بيطلبوا او بيحتاجوا للعمله الصعبه؟ الحقيقه البنك الاهلي وبنك مصر كانوا طلعوا بيان من اسبوع او من 10 ايام ان هم ما عندهمش ويت ليست. كل الطلبات اللي كانت موجوده على الدولار اتقدمت وضغطت. وقدروا يسيطروا على التضخم. يعني عايز اقول لحضرتك على حاجه, الاسعار برضو لو كان الدولار اتساب اتعوم اكتر من كده كان كسر ال 9 جنيه. طيب تقصد في السوق الموازيه؟ في السوق الموازي لكن هو في السوق الموازيه هل هو مش واصل لهذا السعر بقى ايضا اللي هو بيختلف خالص عن البنك المركزي؟ بيختلف بس خلاص بقى ليه ليميت, يعني 8 و8 ونص, 8 وربع كمان ساعات بيحصل. هي دي الاجراءات اللي اخذها البنك المركزي. لو ما كانش خد الاجراءات دي ما كانش يبقى في السعر ده كمان, كان يبقى السعر اعلى من كده بكتير. اعلى من كده بكتير. نعم. طيب مجلس الوزراء وافق على صرف اجراءات الحصول على قرض قيمته 3 مليار دولار من البنك الدولي. هذا القرض ايه الاثار اللي هتكون مترتبه عليه؟ وليه هذا القرض في هذا التوقيت مع ان كان في فتره من الفترات كنا بنتكلم احنا مش محتاجين قروض؟ والله الحقيقه برضو ان كنا ناخد قرض من صندوق النقد او من البنك الدولي دي شهاده قويه جدا ان الاقتصاد بتاعنا قادر يسد. قادر يشتغل. والاقتصاد بتاعنا ده على فكره كل المشروعات اللي بتتم دلوقتي ما فيش مشروع بيتم في يوم وليله. المشروعات دي هتدخل عائد كويس جدا للاقتصاد الفتره اللي جايه. انا كمان القرض ده هيدي شهاده للمؤسسات الدوليه, لا يا جماعه ارجعوا اشتغلوا في السوق المصري, الاسعار مغريه, الاسعار للشركات تحت الارض, الاقتصاد المصري متعافي. الاقتصاد المصري صندوق النقد والبنك الدولي بيتوقع له 5-5.5% معدل النمو, في حين ان كل معظم الدول في شمال افريقيا اقل من كده بكتير, كلموا في 3% مثلا. فدي حاجه شهاده قويه جدا. الثلاثة مليار دولار ده, دول مصر هتقدر تسد بيهم التزامات لنادي باريس وال شركائنا في التنقيب عن البترول وشراء للطاقه الجديده والتعاقدات الجديده مع شركه سيمنز وغيره. في النهارده سهم جلوبال تيليكوم ارتفع 3.2% لما قالت شركه فيميل كوم انها اتفقت مع جلوبال على انها تدمج انشطه الاتصالات التابعه ليها في باكستان مع وارد تيليكوم عشان توفر نفقات وتعزز شبكتها وتوسع خدمات الماليه عبر الهاتف المحمول. الانباء دي ليها تاثير قوي على قطاع الاتصال تحديدا؟ ليها تاثير قوي على الشركه دي تحديدا. قطاع الاتصالات اصلا
قطاع قوي جدا، ويعني مصر الاتصالات عامله شغل عالي جدا. اوراسكوم لو ما كانش المشكله بتاعت كوريا الشماليه عامله، كانت عامله بروفيت كويس جدا، بس بعد المشكله اللي هي فيها وحجز على الارصده، ده اثر على قطاع الاتصالات واثر على القيمه العادله ليها دلوقتي. وتقييم شركه جلوبال عندها اعاده هيكله اداريه واعاده هيكله تشغيليه، هتوفر عليها كتير قوي، هتدخل لها عملاء كتير، هتعمل بروفيت تشغيلي. هو ده البروفيت الحقيقي لاي قطاع، البروفيت التشغيلي ايا كان بيقدم خدمه بيقدم سلعه. شركه جلوبال يعني لو مشيت على السير ده وعادت هيكله والخروج من القطاعات اللي بتحقق لها خسائر الفتره الاخيره، هترجع تاني تقود القطاع الاتصالات. ده في الفتره يعني متوقع لقطاع الاتصالات في الفتره القادمه ان يكون في نوع من انواع كل القطاعات. انا متوقع قطاع الاتصالات، قطاع العقارات، القطاع المالي، قطاع البنوك. توقعاتك لبدايه الاسبوع، جلسه بدايه الاسبوع مع بدايه التداول يوم الاحد القادم؟ والله اتوقع ان خلاص السوق ان شاء الله اخذ الصدمه في الفتره اللي فاتت كلها. اتمنى ان في الاجازه جمعه وسبت ما حصلش اخبار سلبيه تاثر على السوق. لو ما حصلش اخبار سلبيه السوق هيبتدي كويس جدا. استاذ عبد الحميد امام خبير اسواق المال، شكرا لك على مصاحبتنا في عمليات التحليل لعالم المال النهارده. شكرا لحضرتك يا فندم. مشاهدينا انتظرونا مع بدايه الاسبوع الاحد القادم ان شاء الله بدايه التداول لمزيد من التحليل لاوضاع البورصه المصريه في مؤشر الميل. شكرا لكم.